مشاهدينا برحب بيكم، اهلا بيكم في برنامج كل يوم حكايه. والنهارده حلقتنا هنتكلم فيها عن زواج القاصرات واللي بيترتب عليه من اضرار، وهيكون معانا ضحيه للعادات وتقاليد الريفيه وجهل المجتمع والجهل الاسري. وللاسف بيكون كمان الضحيه الاكبر في المواضيع دي هي الاطفال، بيعيشوا حياه غير حياتهم، بيتحملوا مسؤوليه المفروض ما يتحملوهاش، المفروض ان هم بيعيشوا سنهم الطفولي. ويا ريت يا جماعه يكون في حد للظاهره دي لانها انتشرت. وهنعرف القصه كامله من ضيف حلقتنا النهارده ووالده، استاذ محمد برحب بيك. اهلا بيك احمد جمال. استاذ احمد جمال برحب بيك. مرحبا. اهلا بيك استاذ جمال. احمد، انت قلت لنا ان انت اتجوزت قاصره. تمام. احكي لنا بقى القصه من اولها كده. انت عندك الاول كام سنه؟ انا عندي 27 سنه. من قريه ايه؟ من قريه الكبابات، مركز اصفيح، محافظه الجيزه. طبعا انت متعلم. متعلم. تمام. الزواج ده تم من قد ايه؟ تم من حوالي سنه ونص. والزوجة عندها كام سنه؟ الزوجة عندها لما اتجوزت كان عندها حوالي 16 سنه، 15 ونص. 16 سنه. 16. طيب احكي لنا بقى قصتك يا احمد، ايه بداية القصة وازاي اتعرفت عليها وازاي تم الزواج وايه الاضرار اللي وقعت عليك بعد والله وانا اتعرفت عليها شفتها في فرح وكده. تمام. فتعرفت عليها فعجبتني وكده، فما كنتش اعرف اي حاجة، كنت لسه فتقدمت لها. وبعد ما تقدمت لها طبعا اهلها وافقوا بيا، ما كنتش برضو اعرف اي حاجة. طبعا شبكت، تمت الخطوبة. قعدت خطوبه قد ايه؟ قعدت خطوبه 6 شهور. بعد ما خطبت بقى 6 شهور، طبعا انا ما كنتش اعرف ان هي مريضه، يعني تمت السن القانوني ليه للجواز. ف يعني انت اصلا لما تعرفت عليها ما كنتش عارف سنها الحقيقي؟ ما كنتش عارف. كنت فاكرها ان هي، انا كنت اعرف ان هي كبيره طبعا. فطبعا جينا نكتب. طبعا انا وفي خلال فتره الخطوبه ما عرفتش سنها؟ لا ما عرفتش. لا عرفت سنها، كان امها كان بتقول لي ده 18 سنه. ده كبيره. امها كان بتقول لي ده معديه كمان، يعني امها قالت لي ده كان ليها اخت قبليها واختها ماتت وكتبتها مكان اختها. طب المفروض ان انتوا اهل قريه واحده واكيد. تمام. معروف سنها في وسط البلد وانتوا. لا ما هي عشان هي يعني مفيش خبر بيستخبى. هي وحيده عشان كده امها ما بتخرجهاش بره البيت عشان خاطر المرض اللي هي اللي عندها، عشان ما حدش يعرف المرض اللي عندها. تمام. احنا لسه هنذكر المرض ده بس لما ندخل في التفاصيل اكتر. تمام. انت دلوقتي اتجوزتها. تمام. قعدت 6 شهور خطوبه. 6 شهور خطوبه. كانت في زيارات. طبعا في زيارات. طبعا كان قاعده هي وامها في البيت بس. فطبعا فكنت بروح لازم مكالمه تليفون علشان اروح اعمل زياره وكده. فلما كنت بروح كان امها بتديها يعني. الاول بس عشان المشاهدين يبقوا معانا بس وفاهمين التفاصيل اكتر. انت اتجوزت. هو الاول يا جماعه هنقوله بس اللي حصل وبعدين هيحكي القصه من البدايه. بعد ما اتجوز لقى زوجته هي مريضه، عندها كهرباء زايده ودمور في المخ، وبيجي لها ودمور في المخ وبيجي لها تشنجات، وان هي سنها سبع، يعني عايشه بعقل 7 سنوات. 7 سنوات. معنى التخاطب. لكن مش عايشه بسنها الطبيعي اللي هو 17 ايه سنه. 17 سنه. فهو اكتشف ده طبعا ليله الدخله. بعد الجواز، بعد فتره الجواز. تمام. طبعا ايه اللي حصل طب ليله الدخله؟ وبعدين احكي لنا من البدايه كانوا بيعملوا ايه. هو حصل ليله الدخله حضرتك ان هي شنكت. حصل لها تشنجات وبتاع، فما كنتش اعرف حاجه. فطبعا اتصلت بوالدتها. والدتها جت البيت قعدت تقول لي ده معمول لها عمل والناس مش سايبانا في حالنا والكلام دوت، وهناخدها نوديها للشيخ ومش شيخ وكده. فطبعا وديناها للشيخ وبدات اجري من يوم الدخله. بدات وطبعا والدتها كانت على علم ودرايه تامه بان بنتها أكيد مريضه. أكيد. وكمان ده مرض منذ الصغر يعني. اكيد هي مولوده بيه. يعني مرض كمان ومختله عقليا. يعني هي مختله عقليا. تمام. فجريت بقى صرفت مبلغ كبير، صرفت فوق ال 20,000 جنيه عليها، على الشيوخ، على المشايخ. طب هل في اهل القريه ما كانش حد عنده علم من الجيران ان البنت دي مريضه صرع؟ ما حدش وعاك وقال لك؟ في ناس عارفين وقالوا لها ما تتجوزهاش. طب انتوا ما حدش قال لكم ولا وعاكم؟ ما حدش قال لنا. طب ليه ما سالتوش؟ يعني من طبيعتنا كشرقيين ومصريين احنا بنسال. وفي الريف اكتر كمان بنسال على بعض. بالنسبه لحضرتك احنا بالنسبه للريف احنا كل واحد بيجري من ناحيته عشان يجيب فلوس يصرف على بيته. انا معايا 4 غيره ومعايا 3 بنات. فما كانش في وقت كافي ان انتوا تسالوا عليها بتوسع يعني. بس لما جه بسال الخادم
ومش هنروح نجيبها العروس. معانا مداخله تليفونيه من الاستاذ ايمن محفوظ المحامي. تمام. الو، مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ ايمن، اهلا بحضرتك. ارحب بحضرتك وبرحب بضيوفك الكرام. اهلا بيك يا فندم. استاذ ايمن النهارده معانا للاسف قصه مؤثره جدا يعني، وهي تعتبر منتشره جدا في المجتمع، هو زواج القاصرات. النهارده معانا ضيف حلقتنا، هو الزوج كان ضحيه لاهل الزوجه، وهي كمان ضحيه لان هي مريضه عندها صرع وتشنجات. محمد احمد، يا ريت تحكي له بس التفاصيل وموضوع. انا عندي فكره عن التفاصيل، انا كنت متابع الحلقه. تمام. فانا يعني هقول لكم الافكار اللي وصلتني من الحلقه بصوره بسيطه. يعني هو اولا هو الضحيه اللي قدامنا ووالده ساهموا برضه في يعني في اتمام هذه الزواجه بالتسرع يعني، ورغم ان هم عارفين ان هي بنت يعني عندها بعض الامراض، ولكن برضه استمروا في هذه الزيجه. لا استاذ ايمن، ما كانوش يعرفهم، ده هو اتفاجئ ليله الدخله ان هي مريضه صرع، اتفاجئ. تتبرز لغير لا ارادي، ما كناش نعرفه. انا بس احنا انا عارف ان انتوا دوركم كان يعني بتحاولوا تسطروا بنته وبتحاولوا تسطروا ابنكم وكده، لكن انا بدي برضو يعني نصيحه لكل الناس ان احنا عشان نخش في مشروع زواج لازم ان احنا برضو نتحرى بدقه ونسال اكتر. ما كناش نعرف ان هي ما تمتش السن القانوني، امها ضحكت عليه. تمام. ما كناش نعرف ان هي تمت السن، وما كناش نعرف ان هي مريضه وعندها. تمام. عندها مرض، وعندها مرض من ضمن ثلاث ولا خمس امراض. استاذ ايمن، دلوقتي احنا مشكلتنا الاساسيه وصل الامانه، ان هم مضيين وصل امانه، وبيقول كمان ان هم زوروا قائمه زواج منقولات زوجيه طبعا، وكتبوا فيها عفش وحقوق، دي كده كده حقها وهو مش ممتنع عن انه يديها حقوقها، ولكن دلوقتي في وصل امانه كمان على بياض، فده ايه؟ هنتكلم برضو هناخد هذه القصه المؤثره مثال ان احنا برضو نعرف الناس ايه هي الاخطاء اللي ممكن يقعوا فيها عشان ما يكونوش مكان الضحايا دول. اولا عقد الزواج اللي هو العرفي، القانون سمح بالنسبه للعيوب التي تظهر في الزوج ان الزوجه تطلب الطلاق او الخلع. فعقد الزواج دوت الزوجه هي بس تقدر تطلب الخلع او تطلب الطلاق، وهو مش هيضره اي شيء، وهي لا تترتب على هذه الزيجه اي حقوق للزوجه. هو طلقها بالفعل. لا انا ما طلقتهاش، هي مشت إيه؟ راحت عند امها، قاعده عند امها يعني الطلاق لسه ما حصلش. لا ما تمش، لا اصل ده جواز عرفي. هم رفعوا قضيه بقائمه المنقولات على اساس ان هي رفعت قضيه خلع ولا ايه؟ هي قضيه زي قضيه خلع كده، طلاق للضرر يعني. تمام. احنا عايزين برضو نقول لهم ان زواج القاصرات بيتم بعقد عرفي، بيكتبوا مأذون او احد الكبار من القريه. حضرتك مش مأذون شرعي، حضرتك ايوه مش... ايا كان يعني. لا 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 انا معاك في الكلام، في فرق بين مأذون شرعي يكتب عرفي، وفي فرق بين محامي يكتب عرفي. وهو كان محامي؟ مش فيش فرق. لا في فرق، لا في فرق، لما مأذون شرعي يكتب عرفي ومحامي يكتب عرفي، يعني المأذون الشرعي لا يجوز لي ان هو يكتب عرفي. انت مأذون شرعي وموظف ان انت تكتب شرع بالشرع، تكتب أيوة. دي جريمه اخرى. الله ينور يعني عليك. احنا ده المفروض ان المأذون كمان يحاسب عليه تحت هذا التأثير، يحاسب عليه. مش موضوعنا دلوقتي، مش موضوعنا دلوقتي. لا موضوعنا، لا ما هو ده موضوعنا. طيب برضه استاذ ايمن، طيب ده مش موضوع حقوقك الاول. طب يا استاذ ايمن، هو طبعا لما يكون مأذون يكتب عقد عرفي، ده برضه شيء مش غير يعني ملائم ولا يليق. والعلم حضرتك انا عامل محضر بكده، انا عامل محضر اثبات حاله بالكلام دوت، وعملت مذكره في النيابه بالكلام دوت. طيب انا عايز اكلمك على حقوقك. بس ممكن تسمعني عشان يعرفك انت في التلفزيون. اتفضل. وانا في مداخله، انا بدور على حقوقك بالنسبه لوصل الامانه او الشيك اللي حضرتك كتبته دوت. تمام. اصبح فارغ من مضمونه، هو غالبا بيكون ايصال امانه، والقانون ما بيعاقبش على مجرد انك توقع ايصال امانه فقط، لازم تكون تثبت للمحكمه ان انت استحصلت على مال، وانت من اطار شكل الدعوه اللي احنا بنقول فيها. تمام. تقدر تثبت بمنتهى السهوله ان انت ما استحصلتش على مال. تمام. وان هم هذا وصل الامانه خالي من التجريم. اما بالنسبه لقائمه المنقولات المزوره، اذا كانت تحمل توقيعك فانت ملزم بها حضرتك. لكن انا استكتفت في الطب الشرعي
على اساس انه ودفعت في الطب الشرعي مبلغ على اساس ان الامضه دي مش امضتي. ف استنى يا احمد استنى استنى هو بيتكلم دلوقتي اتفضل اتفضل انا امضتي مش هروح الطب الشرعي. استنى اتفضل ايمن. حلو حلو اتفضل. لو هي مش امضتك اعرف تماما ان انت ستستحصل على البراءه حتما ولا بد، والقانون كمان هيعاقب اللي رافع الدعوه ديت بأقصى عقوبة. هو طبعا ولي الفتاة تمام أو الزوجة هيعاقبه بأقصى عقوبة ممكنة، وهو الحكم عليه بالحبس الذي يصل إلى 3 سنوات. حضرتك أنا برضو أنا عايز أدي الزوجة حقها، الزوجة ضحية دلوقتي، أنا عايز أدي أنا ضحية زي ما أنا ضحية المأذون هي ضحية أسرتها، أنا عايز أدي الزوجة حقها دلوقتي. أنا بحييك أنا بحييك على الروح الجميلة. أيوة دي. طبعا ده بس حقها. احنا بنتكلم كقانون. أيوة طبعا ده حقها ولازم تاخده اللي احنا عايزينه يعني. ده بالقانون وحقها ولازم تاخده. أنا بحييك جدا بس أنا بحييك جدا 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 بس ده حقها وفعلا حقها حقها القانوني تاخده. تمام ده حقها. بالنسبة لقائمة الزواج كده هي اتحلت مشكلة قائمة الزواج سواء مزورة أو لا يا أستاذ أيمن. طب وصل الأمانة احنا قعدنا يا أستاذ أيمن احنا قعدنا هيحلوا القاضي للتحقيق وهيسمع شهودكم ومن إطار شكل الدعوة ومضمونها ووقائعها القاضي بإذن الله سيقضي ليكم بالبراءة بإذن الله إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. بإذن الله. بشكرك يا أستاذ أيمن ألف شكر على مداخلتك. طب يا أحمد كمل لنا. طبعا عايزين برضو نشرح القصة أكتر باستفاضة للمشاهدين. أنت دلوقتي بعد ما بس أنا بعد فترة الخطوبة 6 شهور تمام ما كنتش اعرف ان هي مريضه، ما كنتش اعرف ان هي عدت السن القانوني. اه بعد ما فطبعا جبت امها قالت لي هات المأذون عشان نكتب بقى وبتتسرع عشان نكتب اكتب عليها، فقلت لها ما فيش مشكله. جبت المأذون وجينا نكتب، اتضح ان هي سنها لا يتعدى السن القانوني. طب ما عملتش وقفه ليه ما أنا وقتها لما لقيت ان هي عملت وقفه؟ عملت وقفه. والدي كان قاعد، انا عملت وقفه قلت له لا، قلت له لازم نمشي قانوني. المأذون قاعد يقول لي يا عم مشيها مشيها وانا اللي هكتب وبتاع ومش اول جواز انا جوازه دي مش اول ايه جوازه مش اول جوازه اكتب عليها اول جوازه اكتب عليها. عندكم في الريف منتشر جواز القاصرات وبيبقى بقى كل اللي بيتجوز قاصره بيمضي وصل امانه. ايوه وصل امانه ده بيبقى بدل قائمه الزواج. لا وما قائمه من اولاد وكمان بس فقال لي امضي وبتاع ومش عارف ايه وانا اخد منك 200 جنيه بس تمام. فاخد مني 200 جنيه وقلت له خلاص ما فيش مشكله. ويا ترى كان في شهود على العقد ده؟ في شهود. تمام في شهود وفي اشهار طبعا زواج. في اشهار طبعا كل اركان الزواج مكتمله ما عدا بس ان هو يتوثق بس في حضرتك المأذون كان يعلم علم اليقين ان الزوجه مريضه واحنا بنكتب. ما هو اكيد طبعا كان يعلم ان الزوجه مريضه وعشان كده مفيش مجتمع على وصل الامانه. عشان كده اكيد المأذون ده تبعهم. لا المأذون تبع يعني تبع القريه كلها. هو طب يعني هو المأذون الوحيد اللي موجود في القريه مأذون البلد وازاي ما قالكوش يعني ده عيب في حقه طبعا. عايز فلوس عشان فلوس ال 200 جنيه يعني لا اخد 500 تاني. هو اخد تاني مني عشان ما اخد مني 500 تاني ليه؟ قال لي علشان الوصل يفضل معايا افضل يفضل امانه معايا وما مدوش لحد من الطرفين اديني مبلغ تاني. فوالدي يعني هو كان حاليا بيساومك بيساومك المأذون تمام. فرحت والدي اداله 500 جنيه في صلاه الفجر. في صلاه الفجر تمام. بعد ما اخذ ال 500 جنيه جوهم اهل الزوجه راحوا له دفعوا اكتر. فلما كلمنا قال لهم بلغنا وقال لهم قال لنا انا هسلم الوصل الامانه. قلنا له ليه؟ احنا مش متفقين ان انت واخد 700 جنيه والوصل الامانه ده هيفضل امانه معاك لحد ما نحل المشكله. نحل مشكلتنا. قال لي لا ما انا مش هحلها. دفعوا كتير دفعوا له رشوه كتيره راح مسلم الوصل الامانه لاخو الزوجه وهو الوقت مستنيين الجلسه يوم 25 يناير. يا عالم يا ابني بقى يا عالم. قائمه المنقولات. قائمه المنقولات مشت رسمي هيرفعوا قائمه المنقولات مع ويروحوا رافعين الوصل كمان علشان يسجنوني ويدمروني. انا عايز اعرف يا احمد يعني ايه اللي طور الامور ان هي توصل للمرحله دي؟ امها يعني انت بعد الزواج اكتشفت دلوقتي ان هي عندها حاله سرقه. بصي حضرتك انت كان رد فعلك ايه؟ رد فعلي ان انا قلت لوالدتها انا هحتضنها ودي مراتي ومش هسيبها وخليها معايا بس ساعديني ان هي انا مش في مقدرتي ان انا اجيب علاج كل شهر. طبعا انت لسه شاب طبعا في بدايه حياتك والعلاج ده بيتكلف وهي 3500 جنيه في الشهر يعني مبلغ. هي خبت عليك ان هي مسؤوله بعلاجك. انا مرتبي كام في الشهر؟ كام 3500 في الشهر عشان اجيب العلاج؟ لا فهي طبعاً. رفضت طبعا
رفضت طبعا ومفيش شهود على الكلام دوت ان هي تجيب العلاج. تمام. المشكله ان هي قبل يعني هي كان ماشيه الزوجه كانت ماشيه على العلاج طبيعي. قبل الزواج بشهر منعت بنتها من العلاج. مين اللي حكى لك الموضوع ده يا احمد؟ الزوجه حكت لي. لا مش الزوجه، لا الزوجه انا اللي حكى لي الدكتور حضرتك اللي هو تليفونه مع الدكتور جمال. طب انتوا عرفتوا الدكتور بتاعها بقى منين؟ مش الدكتور بتاعها ده، حضرتك اللي بيجيب لها العلاج اللي هي بتتعالج عنده. تعالج عند الدكتوره مها طبري بالمركز. مها مسعد. مها طبري. مها مسعد. مها مسعد دي الدكتوره اللي بتعالجها بتاع مخ واعصاب. اللي بتعالجها. طب انت فتره الخطوبه بتقول قعدت 6 شهور. تمام. طب انت في خلال ال6 شهور يا احمد يعني اكيد برضو كان في زيارات من فتره للتانيه كاي واحد بيزور خطيبته. حضرتك ولو يعني حضرتك انت ما لاحظتش في الفتره دي ان هي مش طبيعيه؟ حضرتك انا معاكي، انا كنت بروح طبعا الام والزوجه في بيت لوحديهم. تمام. الاب معنا اتصال يا جماعه. استاذ حسن ايه؟ استاذ حسن حسني. حسن زكي. حسن حسني. استاذ حسني يا جماعه. استاذ حسني. تمام. اهلا بيك يا استاذ حسني، اتفضل. الله يخليك. اهلا بحضرتك. عمري. قول لنا يا استاذ حسني ايه الموضوع، حضرتك من قريه احمد جمال؟ قريه الكبابات. قريه الكبابات. ايوه. تمام يا استاذ حسني. هو نفس الضحيه دوت. نفس الضحيه. والد الضحيه. اه والد الضحيه. ده والد الضحيه. زي احمد كده والد انا. حضرتك والد ضحيه برضو اتجوز قاصره وحصل معاه نفس الموقف. ونفس المأذون. طب احكي لنا حكايتك يا استاذ حسني، اتفضل. والله انا رحت رحنا نكتب بقى للعروسه لسه صغيره. تمام. طبعا نكتب. قال ما كتبتوش ما فيش، رحنا للمأذون، المأذون قال نكتب. تمام. انا عندي ابنات 16 سنه. يا حاج حسني المأذون شرعي ولا عرفي؟ لا مأذون شرعي. شرعي. المأذون شرعي. شرعي وبيكتب عقود زواج عرفي. خليك تكلم. تمام اتفضل. اتفضل يا حسني. بيكتب للبلد كلها. اتفضل. تمام يا استاذ حسني. احنا للمأذون قال يا عم نفسي كتبنا خد منه 400 جنيه. ايوه. وجينا ساعة الكتابة اتعرفنا بقى ما تمت ايه وطلعنا خد منه 700 جنيه تاني. تمام. ده اللي حصل. تمام يا استاذ حسني. وعملتوا مشكلة يا حسني مع نسايبك. وعطى وصل الأمانة لنسايبك. وبرضه عمل يعني نفس الموقف. عطى وصل الأمانة. ايوه عطى له وصل الأمانة. بشكرك يا استاذ حسني، بشكرك الف شكر. يعني نفس الموقف المأذون. أيوة. ده متعود هو بقى. نفس المأذون ده. لا يعني فلوس. ياخد وصل الامانه ويساوم بيه اهل الزوجه ويساوم بيه. هو ده ضحيه زي ما احنا ضحيه. انتوا ازاي يا جماعه ساكتين على المأذون ده؟ يعني ليه ما عملتوش بلاغ فيه ده؟ لو اهل القريه كلها اجتمعت وكلكم متضررين يتعمل فيه بلاغ. حضرتك قريه ريفيه كل واحد في حاله، ناس غلابه. احنا دلوقتي بيجيب قوت يومه. محدش انت فاهمه، كل واحد في حياته، كل واحد في شغله، كل واحد في شغله. طيب ارجع تاني يا احمد لموضوعك، قلت لي فتره الخطوبه كانت 6 شهور وفي زيارات. تمام. ما كنتش بتلاحظ حاجه؟ لا ما كنتش بلاحظ. فتره الخطوبه حضرتك لما كنت بروح فتره الخطوبه طبعا هي والدها متوفي. تمام. كان قاعده هي وامها ما فيش غيرها. تمام. فطبعا انا مش هينفع ان احنا قريه ريفيه، ما ينفعش ان انا اروح ادخل عليهم من غير ميعاد. طبعا الجيران داخل ليه ومش داخل ليه هيعملوا لي تديهم تليفون. ايوه يا جماعه انا جاي اقعد شويه عشان مع خطيبتي. بيرتبوا امورهم. رتبت هي بترتب بقى والده الزوجه كانت بترتب امورها، تديها العلاج وتقول لها الادويه دي وتقول لها يا ياسمين لو دي الادويه يا جماعه اللي الزوجه بتاخدها. وتقول لها انتوا جبتوا الادويه دي طبعا من الدكتور ومعاكم اوراق طبعا بتشخيص الحاله. دي طفل عندها 7 سنين. دي الاوراق دي من الدكتور نفسه اللي بيعالجها. مركز تخاطر برضو بتثبت. تمام. ودي اشعاعات حضرتك. ودي اشعاعات المخ. تمام. يعني معاك كل اثباتات ان هي مريضه. أيوة. مريضه عقليا. أيوة. عندها ضعف في المخ. كويس ان الدكتور اداك الحاجات دي ووقف زيادة. جنبك في كده. عقلها عندها 17 سنه وعقلها عقل طفل عندها 7 سنين. لا تفقه شيء في اي شيء. وطبعا الزوجه هي اللي حكت لك ان والدتها كانت بتديها العلاج في كل زيارة فترة الخطوبة. الزوجه طبعا ضحيه ومسكينه طبعا. لما قعدت معاها واتكلمت معاها وقلت لها عشان حرام المصاريف اللي بنصرفها دي، احكي لي اللي بيحصل. قالت لي طبعا الموضوع، وقالت لهم صرفت قد ايه الاول على الاعمال والدجل اللي مامتها اقنعتك بيها؟ صرفت فوق ال 20,000 جنيه وفي شهود على الكلام دوت. طيب ده ما انت المفروض انت بتقول عايز تديها حقوقها، ده انت المفروض تطالب يا ابني بالمصاريف دي. المفروض ده المفروض. يطالب بالمصروفات ديت. 25,000 جنيه
قعدت 25000 جنيه مع واحد اسمه حسن ابو زكي تليفونه هنا. قلت له خد يا حاج حسن خلص المشكله بالعدل عشان انا برضه يبقى انا كده يعني بعمل ارض ربنا. ما انت لو بتعالج زوجتك من مرض تمام مش انت ملزوم، لكن هي انت بتعالجها من دجل وشعوذه. هي عارفه بنتها انها مريضه مرض مزمن وخدعتك وخدعتك وعارفه بنتها ان مش هتتجوز تاني، فقالت لا، قالت انا تفضل متعلقه بيه طول مدى الحياه ونفضل مع معلقينه موقفينه كده وموقفينه عشان ما يتجوزش تاني جوز. ولا هي كده مش هتتجوز. احمد سريعا، انت ما عملتش قعدات عرفيه يا جماعه؟ عملنا طبعا الموضوع ده. عندكم عمده للبلد؟ لا مش عمده. انا بقى هقول لك العمده الله يرحمه، كمان ما فيش عمده. لا العمده الله يرحمه قبل ما يموت بعت لهم على اساس نقعد ونحل مرتين ثلاثه هم ما يجوش. تمام حضرتك. وبقى العمده تعب وقت كورونا بقى وتوفى، بدأنا تاني نجدد الموضوع تاني. يعني القعدات العرفيه ما عملتش نتيجه. ما عملتش نتيجه. هل رفضوا القعدات العرفيه؟ هل لها عمام، لها حد؟ ليها اخواتها رجاله. اخواتها رجاله. واعطونا كذا ميعاد وما في ما لهمش كلمه قصاد الام. لا 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 لا. يعني الام كلمتها ماشيه على البيت كله. ماشيه على لا ماشيه على اي حد بيتداخل مع امها مع والدتها بتمشي كلامها عليه. انت قلت لي ان ما عندكوش اسم شرطه في البلد. لا انا بطالب. احنا بص حضرتك في اجرام وكده. حضرتك احنا قبل الحلقة. القريه عندنا 40000 نسمه. لا هتعدي ال 100000. ماشي تمام. 100000. فانا بطالب وزير الداخليه بعمل نقطه فورا في القريه، لان القريه بها اجرام، بها جرائم قتل. ده كفايه المأذون ده لوحده. ده المأذون لوحده يعني يعتبر اكبر اجرام في البلد. استنى يعني استنى. المأذون ده حضرتك ده لحد ذاته ده مشكله كبيره جدا. ايوه طبعا ده لازم فساد. ايوه ما هو ده من ضمن الفساد. المأذون ده من ضمن الفساد. ده لازم يتشال ويتحاكم ويتعاقب على الاعمال اللي هو عملها. انا بالنسبه لي انا من ضمن بعالج الفساد على قد ما بقدر. لو شفت فساد قدامي بجري على الحكومه. على فكره انا دبلوم معلمين 5 سنوات القديم تمام والله حضرتك، بس ما اشتغلتش بيه. رقم 2 انا كنت في المجموعه 139 صعقه. أنا اللي جبت يوسف بتاعي من مطلة رناقة، يوسف علي كان خطفون الصحبي، أنا جبته من ضمن المجموعة، واخد بال حضرتك؟ قعدت ألعب في نادي الزمالك 3 سنوات ألعب قوة، واخد بال حضرتك؟ فيعني أنا الحمد لله. طب يعني حضرتك راجل متعلم وثقافة وكده. ثقافتي عالية جدا. لما بس للأسف هم كانوا بالزبط. أوعى منكم وأوعوكوا في فخ. وقعونا إحنا برضو في مثل بيقول ما بيحصل الله الشاطر. بس المفروض إن أنت برضو ليا برضو تعقيب يا جماعة. أنت الأستاذ حسني اللي اتصل يعني ده ضحية برضو في الكرة مر بنفس التجربة. نفس يعني المفروض إن اللي بعده يكون أخذ درس من التجربة. لا دي ما يكررهاش تاني. ما كانش في علم. ما هو موضوع وصل الأمانة ده لوحده مشكلة. الجواز العرفي إن أنت في علم بيه. الجواز العرفي ما بيبقاش في علم بيه. انت فاهمه انه بيجيب اهل الزوجه واهل الزوج وبيقعدوا في البيت عندهم وبيكتبوا ما حدش بيعرف حاجه. فبيتم الزواج عادي بقى عرفي رسمي اي حاجه. فبيتم انا هنعرف احنا ازاي ان دي متجوزه عرفي او ده متجوز عرفي او دي متجوزه شرعي او ده متجوز شرعي. هنعرف احنا ازاي؟ طبعا مش هنعرف الكلام دوت. ايوه على فكره العمده ابن عمي اللي توفى دوت الحاج احمد البطل. الحاج احمد البطل كان شخصية ظريفة وشخصية محترمة وبس للأسف القرية خسرته وربنا افتكره. قالوا ان شاء الله الله طالب وزير الداخلية طبعا بنطالب كل المسؤولين يا جماعة وبناشد كل المسؤولين من خلال البرنامج ان احنا لازم نوضع حد للظاهرة دي لان دي خطر على المجتمع. وكمان يعني الحمد لله ان انت طبعا ما معكش اطفال والا كانت هتبقى المشكلة اكبر وكانوا هيبقوا ضحايا المشكلة زي دي. وإن شاء الله نشوفه محاميين يقفوا جنبك بالموضوع ده وما تقلقش. وكفايه بس ان انت عايز تديها حقوقك دي برضو حقوقها دي حاجه كويسه منك. ضحيه زي ما انا ضحيه. صعب جدا لما بنلاقوا زوج ما بيبقاش ضحيه كمان وما بيرضاش يدي الزوجه حقوقها. فدي برضو لفته كويسه من احمد. من خلال البرنامج بتاع حضرتك اتفضل. انا ناشد النائب العام موضوع فساد الوصلات الامانه ده مجرد راي مجرد فكره او وصل الامانه ما يحتملش في المحكمه الا اذا كان موثق بالشهر العقاري رقم 1. تمام دي مساله بقى قانونيه. ده مساله قانونيه ده انا ما نفهمش فيها قوي. رقم 2 القانون احنا دوله سعادتك احنا دوله قانون والقانون فوق الجميع. بشكرك يا استاذ جمال. بشكرك يا احمد. وان شاء الله يا جماعه لازم نتعظ من احمد ومن مشكلته ويا ريت نبطل العادات والتقاليد اللي هي فيها جهل وبترجع بانها بتاثر على للاسف على الزوج والزوجه كضحايا وعلى الاطفال. ويا رب نكون استفدنا من مشكلتنا النهارده. والى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كل يوم حكايه.